بسم الله عشان نعمل الأرضية بسلوب، أروح لأرتكشر أو ستراكشر برضه اللي فيها الفلور، أقول له عايز أنا عايز أعمل فلور، وأبدأ أختار الأرضية بتاعتي، بعد كده أقول له أنا عايز الأسلوب بتاعي، وأحدد الميل بتاعي بقى موجود إزاي، تمام. وبعد كده أقول له أنا عايز الأسلوب بتاعي سلوب، درجة الميل بتاعتي قد إيه، تبدأ تشوف أنت درجة الميل بتاعتك بتاعت قد إيه زي ما انت عايز، وبعد كده هقول له فينش، تمام. اخد سيكشن عشان اشوف الميل، جو تو فيو،